تقول أيضا إن لي مجموعة من الإخوان يرتكبون المعاصي ولا يصلون قاطعين للصلاة، أنا حائرة معهم ماذا أصنع؟ وجهونا جزاكم الله كل خير. الواجب المناصحة، أن تواصلي المناصحة وأن تأمريهم بالصلاة وتكرري ذلك معهم، وكذلك إذا كان لهم والد موجود فإنه يجب عليه أن يلزمهم بالصلاة، أو كان أحد من إخوانهم الكبار فإنه يعينك على ذلك. فإذا تعاون أهل البيت على الكسلان وأمروه بالصلاة وألزموه بذلك فإنه سيمتثل إن شاء الله. الحاصل أنه لا بد من مواصلة النصيحة والاستمرار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.